كما قولوا مرحبا. عسلامه عسلامه. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا في ام ان كاست. مرحبا بكم، ان شاء الله كل عام وانتم شيخين. بارك الله فيكم، محلاكم التوانسه، محلانا احنا التوانسه. ميرسي ميرسي. صباح الخير. بربي اللي قاعد يصير في حق الفنان الكبير لمين نهدي مش حلو حتى تعرف. أرزنوا شوية، العرض أنا ما شفتوش الحق البارح، أما كي نحل عيني أصبح ونلقى الجلد والبرشة خيوبية الحق نتاع ربي في حق الفنان الكبير اللي تربينا عليه واللي عمل لنا برشة مسرحيات هايلين والتاريخ هذا الكل، ونرى معناها جل شرايح المجتمع تتكلم عليه بالخايب. فرانشمان مش حلو حتى تعرفوا، ماذا بينا نرزنوا شوية ونقدروا شوية ونحترموا كباراتنا، راهو مش حلو حتى تعرف. رزانة عسلامة عسلامة، ما كنتش نقول لكم ان شاء الله عامكم مبروك. حبيت نعمل بيتيت انترفونسيون بارابور للحملة الخايبة اللي قاعدة صايرة في حق الكبير لمين النادي. فرانشمان سي ديسوفون، ما عادش نقدروا ولا نحترموا كبيرنا، ما عادش عاد حتى تقدر. معناها كي نقولوا لمين النادي، لمين النادي خلق الوان ما نشوف في تونس، لمين النادي ضحكنا ومازال باش يضحكنا، لمين النادي مسيرته كبيرة. مش هذوما الأربعة خمسة من الناس اللي قاعدين يكتبوا في كلام خايب بانيفو اللي باش يشكوا فيها. لمين أعطى للفن، قاعد يعطي ومازال باش يعطي. دونك بربي رجاء شوية احترام وتقدير للناس الكبار، باسكو أن غران كوم لمين النادي عيب يتقال فيه ويتكتب فيه الكلام هذايا. فوالا كدتني الحكاية، جي فولي انترفونيغ تو سامبلومون.